تمريرة جميلة لمصلحة مانشستر يونايتد. الرأسية هنا حاضرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. رأسية كرة وصلت في الجهة اليسرى. المتابعة هنا حاضرة والسقوط على أرضية الملعب من اللاعب سولانكي. من راشفورد مارتيال برونو فرنانديش كان مع الريال كما هو معروف، وكان في الإجازة انتهت والفرح انتهى والسنة الجديدة. لاحظ انطلاقة ممتازة وحتى فكرته في اللقطة الثانية أيضا جيدة، ولكن ربما في دوري الأبطال الموسم القادم. هنا الركلة الحرة المباشرة لعبت الله بعيدا عن الرقابة. كازيميرو يتقدم لمانشستر يونايتد بالهدف الأول، هدف جميل. الركنية لعبت إلى ركلة مرمى. لاحظ مرة أخرى سولانكي والمباراة جمعت الفريقين هنا في أولد ترافورد. كرة خطيرة أمامك، التسديدة حاضرة لكن يتألق دخية. في الأخير يرجح إلى وان بيساكا، تحولت فرنانديش، برونو فرنانديش سدد كرة تحول ثاني لمصلحة يونايتد. تسديدة محاولة تأتي لكن التسديدة، وهنا السقوط على أرضية الملعب. شوف أعتقد برونو فرنانديش أو كازيميرو اثنين، أعتقد إريكسان يسدد لك الهوف. كرة تحول، تبدو الكرة خطيرة أيضا لمصلحة مانشستر يونايتد. الرأسية هنا لكن النتائج في هذا الوقت أكيد والحصول على النقاط. شوف الهدف الجميل الملعب الثاني، يعني شوف بعد المونديال وبعد توقف. سميث يحول الكرة عالية، الرأسية يا سلام يا سلام على تألق حارس المرمى دخية، يبعد الكرة في مكان قريب جدا، كاد الفريق الزائر. ومرة أخرى أيضا رأسية أخرى يسيطر عليها هذه المرة. بعض مباريات الدوري الأوروبي وأمامك محاولة أخرى، وهي الفوز الذي حققها ميسي رابعة. سقوط على أرضية، في فرص بصراحة، في ثلاث محاولات حقيقية لكن في نجاح لحارس المرمى. هنا صحيح ومحاولة يونايتد، كرة تحولت إلى غارناتشو يسدد لكن هتمر. يسدد الآن فكرته جيدة، حديد فيه سوالف، لكن هنا تبدو كرة خطيرة أيضا لكن التسديدة تمر بسلام. عدد النقاط 35، هنا تسديدة ولكن تصد. سبع التعادل في مباراة، بورنموث فاز في واحدة، وبورنموث الآن يتلقى الجول الثالث، الثالث لمصلحة مانشستر يونايتد. في لاعبين ثلاثة في المقدمة وفي تسديدة راشفورد بالخطأ، تعود لمصلحة اليوم صراحة دخية. لاحظ التسديدة، كرة لعبت هذه المرة في العارضة، حكم المباراة يطالع الساعة والهولندي يتمكن من الحصول.